مهمة وهدف مميز والعودة المميزة. كابتن سيد يمكن قال من أهم المباراة النهاردة وحاجات المميزة عودة مروان وتهديفه، ودي حاجة رائعة جدا. مروان أنت شغال على نفسك الفترة اللي فاتت، حابب تقول لي المباراة وشايف الفترة اللي جاية بالنسبة لك إزاي؟ الحمد لله طبعا الواحد بيحمد ربنا النهارده على المكسب الحمد لله، نزلت اديت دوري الحمد لله. نصيب الواحد بيبقى جاهز في الفتره اللي فاتت دي كنت ببقى جاهز، بس بيحصل طبعا الاصابه اللي جت لي في الانكل وكده، ده قضاء بتاع ربنا الحمد لله، والناس مستنيه تشوفني وانا طبعا بعمل كل حاجه وبعمل عليها في التمرين، وان شاء الله جاي بيبقى احسن لي ان شاء الله باذن الله. طبعا كل سنه طيب بمناسبه عيد ميلادك، لكن عايز اطمن كمان على ايدك، يمكن انت بتشكي ايدك كده، ايه اللي حصل فيه؟ كدمه قويه او كده؟ الكره اللي وقعت فيها بره، اول حاجه بقول لك انت طيب ودايما بخير. الكره اللي وقعت فيها وقعت على ايدي فيها، فحاسس ما اعرفش، اخش الدكتور ان شاء الله ويبقى خير ان شاء الله، ما فيش حاجه انا باذن الله ان شاء الله. حب الزمن الجمهور ده مروان اللي بينادي عليك وبيحفزك وعايزك، والمنتخب كمان منتظرك بشكل كبير جدا، بتشوف الكلام ده وبينعكس عليك ازاي مروان؟ ما اتكلم طبعا مش قد الجمهور حق الفتره اللي فاتت دي واقف في ظهري طبعا، والحمد لله ده حب الناس ده بتبقى نعمه من ربنا الحمد لله، وانا ان شاء الله بعد الثقه دي ودايما ابقى مفرحهم، وان شاء الله فازت لينا بطولات، والمنتخب يعني ان شاء الله بقى اجهز الفتره اللي جايه ان شاء الله، وببقى موجود في كاس العالم باذن الله ان شاء الله. منتخب مصر ده اهم حاجه بالنسبه لك؟ النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا، منتخب طبعا اي حد يتمنى يلعب فيه طبعا، ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله، ربنا يخليك حبيبي. كل الشكر والتقدير لنجمنا الكابتن مروان محسن احد نجوم فريق النادي الاهلي، وزي ما بنقول وكزي ما اكد الكابتن سيد عبد الحفيظ، من اهم مكاسب المباراه بجانب الاهداف وبجانب النتيجه هي عوده احد نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي مروان محسن وكل اللعيبه المميزه. مستمرين معاك يا كابتن فاروق، ولقاءات خاصه هنا من استاد بيتروسبورت.